اسمي سعاد المحمودي، طالبة في المستوى السادس مدرسة الوفاء. اليوم هاد الأساتذة الجداد اللي جاو عندنا تعلمنا طرق في التدريس وفي التذكر، وطرق جديدة باش في سرعة التذكر، واستفدنا أن خصنا نتفائلوا في الحياة، وأن الصبر والتفاؤل هما الركائز ديال الحياة، كما في الحياة اليومية ديالنا غادي يكونوا هادو هما الأسس في الحياة ديالنا. وهذا الشيء عنده علاقة بالتدريس وقسم داكشي اللي طلعتوا عليه دابا وسمعتوه واللي قال لك الأساتذة المؤثرين اللي جاوا، عنده علاقة بالقسم؟ فين كيتجلى ديك العلاقة؟ شخصكم ديروا الدور؟ هاد الشيء كيتجلى في الحياة ديالنا اليومية كلها، وفي القسم خصنا في التذكر تعلمنا طرق أننا نحفظه بسرعة، بحال حفظ القرآن، حفظ قواعد اللغة العربية واللغة الفرنسية، تعلمنا طرق باش نتذكره بسرعة. أما في التفاؤل هو اللي غادي يفيدنا في الحياة ديالنا اليومية كلها. مثلا أنا كنت مشاركة في مسابقة ومثلا خسرت، كاينين بزاف ديال المسابقات نقدر أنا نتفوق فيها، وهذا واحد من أهم الأسس والركائز ديال الحياة. شكرا لك. اسمي تاعي هو سعيد حميد، أنا مسجل في مدرسة الوفاء قسم السادس. تعرفنا هذا النهار إلى خصنا نكونوا جنسية وحدة، نكونوا بحال أفريقيين وحدين، ما نكونوش مختلفين عن بعضنا البعض، ماشي كي بحال واحد عنده اللون ماشي كي بحال واحد عنده اللون أسود كحال لونه كحال الآخر عنده الوجه تاعو أبيض الآخر كنقولوا له هو. استفدتوا من هادشي؟ اللقاء اللي درنا استفدتوا؟ تعلمنا دراسة جديدة، تفاعلات جديدة، زعما ماشي نفقد الأمل دغيا، خصنا نجهدو نجمعو الطاقة تاعنا المجهود تاعنا وكل شيء هكاك تستاهل. شرحوا لي اشنو وقع وتقولوا لي من الخلاصه اللي كتخلصوا، هذه كتوقع في القسم ياك باش ما كيكونش راه الاخر كاين بعدا ستيلو منا ولا قصه منا ولا توتو منا ياك، شكون غادي يغلب؟ واش اللي كيدير توتو ولا اللي كيكون يركز؟ قولوا لي نتوما الاخر ديالكم. غير تفكر ما يعرفش شنو دار شنو قدمت الاستاذ الشرح. ما فهمش شي حاجه من القسم، حاله في خطر الا ملي تكون الاستاذ كتشرح تركيز وانتباه وما ديروا لا تمشيو مع الصديق ولا في لاكوس ولا في الحضور حتى شي استاذ. يا ريت الامر ينتهي عند هذا الشيء، انا ملي كنت قدو بحالو ملي نجيب نقطه خايبه اش كنقول للدار؟ الاستاذه بشرتنا وعطاتنا سؤال واعر وما قراتناش ذاك الدرس وما جبتش نقطه، ولا كنهز الورقه ديالي ندسها وما نبينهاش كاع. درتو شي امتحان؟ لا ماما ما درنا. درتو شي امتحان؟ لا بابا والو ما قالناش. سول حتى الاستاذه، سول صاحبي يجي صاحبي يجي ياك ديروها. واش هادشي معقول ولا ماشي معقول؟ شفتوا النتيجه ديال اش؟ فعل بسيط ما كان تبغولوش، وهو ديك لازم ديك التشويش اللي كنديروا في القسم كيعرف كيعجبنا الحاجه دقيقه بصح كنخرجوا على حياتنا على طول الحياه ديالنا، وحنا كنرسبوا كنضيعوا الوقت ونضيعوا الفرص. بحال دوك راه حنا كنلعبوا معاكم كنضحكوا كنلعبوا في الوقت اللي كنشرحوا لكم
وحنا هاد ايه بحال هكا تكونوا ممتازين الله يزيدكم في العقل تصفيقه صحابه على راسكم.